شكلت زيارة صاحب القداسة إيريناوس بطريرك الصرب محطة تاريخية أرست قواعد المحبة والسلام، هذا ما أوضحه مطارنة دمشق عقب زيارة صاحب القداسة إيريناوس. ما نشعر به جميعنا هو أننا أتينا إلى إخوة لنا في كنيسة رسولية عريقة، كنيسة أنطاكيا العظمى، الكنيسة التي تلقف فيها القديسان الرسولان بطرس وبولس كلمات الرب يسوع وتباركا بها. أكيد البلد هون البلد المقدسة مرقت عليها حضارات كتير وشعوب كتير، وهذا الشيء شفناه اليوم، أنه شفنا التعايش المشترك بين الشعب، المحبة بين الشعب، وهذه بوجهها لكل دول العالم أنه يحبوا بعضهم مثل هالشعب الموجود بهذا البلد، يشوفوا شو كيف عايشين مع بعضهم وكيف إيد مع بعضهم إيد واحدة. أنطاكيا كما تعلمون يا صاحب الغبطة كنيسة إيمان متجذر، تلقفت الإيمان المسيحي على أيدي الرسل القديسين من الرب يسوع، وكنيسة صربيا أيضا هي كنيسة الإيمان، وقدمت العديد من القديسين والشهداء الذين حافظوا على الإيمان الأرثوذكس. مدينة القداسة اللي نحن اجينا عليها هي مدينة اللي دخل عليها القديس بولس الرسول، اللي اجى عليها باسم شاول مضطهد للمسيحيين، وبعدين صار هامة للرسل القديسين ومبشر لكلمة الرب. افتحوا لي أبواب البر فأدخلها وأحمد الرب، لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. هذا هو له الرب ومنه يدخل الصديق. أحييكم وأرحب بكم في المدينة التي تقدست باهتداء رسول الأمم وإقامته فيها وبانطلاقه منها للبشارة. الكنيسة التي ترعونها في صربيا هي حصن من حصون الأرثوذكسية والمسيحية، عاشت إيمانها وحافظت عليه بالرغم من الصعاب والتجارب الكثيرة والمتنوعة التي مرت بها. نرحب بكم بأسماء أبناء كنيستنا الأنطاكية السريانية الذين حافظوا على الأمانة المسيحية متمسكين بإيمانهم بالسيد المسيح، مواجهين الضيقات والاضطهادات المتتالية منذ اعتناقهم الإيمان على أيدي هامتي الرسل مار بطرس ومار بولس والرسل الآخرين وحتى يومنا هذا. بركة
يغدق الله بها علينا، إذ بحضور شخصكم تبارك دير سيدة البلمند لنا رجاء أن تنقلوا محبتنا إلى كل أديار الكنيسة صربيا المقدسة وشعبها، وأن تحملوا لبنان الأرز المبارك في أدعيتكم. وأيضا يا سيد اذكروا المخطوفين وعلى رأسهم مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي الذي خدم كرئيس لهذا الدير العريق وكعميد لمعهد اللاهوت. وأخيرا صاحب القداسة، نقدم لكم هنا عربون فرح وحبور بهذه الزيارة المباركة، أيقونة سيدة البلمند أمنا، سائلين شفاعتها أن ترافق خطاكم. أمنا لاعتماد على الرؤساء، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. الرب قوتي وتسبيحتي، هو الذي خلصني، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. يمين الرب رفعتني، يمين الرب قد أبدت عزتها، لأن